مسكينين راه غسافرين غير معقول تتكلم فينا. اليوم حنا متواجدين في جامعة ديال ايتوريبل بالمناسبة ديال يعني الحصول على رئاسة المجلس. بطبيعة الحال ضروري ما نشكروا الساكنة، نشكروا الناخبين اللي داروا فينا الثقة، وهذه مسؤولية اللي تنحملوها على الأكتاف ديالنا، واللي تنتمناو أنه أن نقوم بما يلزم من أجل يعني تحقيق واحد التنمية في المنطقة. الحمد لله اليوم يمكننا نفتخروا أنه حصلنا على الرئاسة ديال واحد العدد الجماعات، ولكن أيضا المجلس الإقليمي اللي تنشاركوا في التسيير ديالو، إضافة إلى رئاسة الجهة، وهذو كلها يعني إنجازات اللي غادي تخلي أنه تضافر ديال الجهود على هذه المستويات الثلاثة، المحلي والإقليمي والجهوي، اللي غادي يخلي أنه المنطقة إن شاء الله غادي تاخذ حقها من التنمية. وحنا بطبيعة الحال غنشتغلوا على برنامج شمولي اللي كيهم واحد العدد الجماعات ديال الإقليم، ونتمناو إن شاء الله يعني هاد المجهودات كلها تكلل بالنجاح، ونرجعوا الاعتبار للساكنه ديال المنطقه. امنا اني خاص هذا نجمع الجامعه نيتوريبل، نرى نشكر مزداغ نيتوريبل على حقاش نيدنيا خيشان. الصوت مسنا كان اني الياسا انا مزر رئاسه للجامعه، دار نخدم نقل مجهود النخ هكا المنطقه نيتوريبل ديال المناطق ظنيني ان شاء الله اثنيا وضمور نسنس قوياد من التنميه. دا نخدم كشي كان الامور ان شاء الله غادي يوين الخير تمازير. كني داني لي ديما دات كيدي سنيت تمازير تما نسن انا بدا كيسن يعني المشاكل كاخرى كلهم مرحبا. جمال صدقي الرئيس ديال جماعه نيتوريبل، تحيه صدق واخلاص. تنشكروا بهذه المناسبه السكان ديال ايتوريبل اللي هما احتفلوا بنا. راكم تتشوفوا هذا الحفل البهيج، ان كان يدل على شيء فانما يدل على المحبه والنيه الصادقه، واملنا كبير باش نكونوا عند مستوى الساكنه ديال ايتوريبل. تنشكر السلطه المحليه وعامي صاحب الجلاله وعلى المجهودات اللي قاموا بها باش ينجحوا هذا العرس الديمقراطي، هذه المحطه النضاليه اللي جات كتتويج المسلسل ديال العمل. والسلام عليكم. محمد قراش عضو مجلس الجامعه الايتوريبل، اليوم كنبغي نشكر هذا الحضور الكريم اللي حضروا معنا في هذا الحفل هذا. الناس اللي جاوا من مختلف مناطق ديال الاقليم، على راسهم السيد النائب المحترم محمد شرورو. كنشكر ايضا السيد رئيس جامعه ايتوريبل والسيد رئيس جامعه مجمع طلبه. كنشكر السلطه المحليه، السيد العامل، السلطات الاقليميه، الدرك الملكي. وكنتمنى ان شاء الله تكون هذه انطلاقه للتنميه ان شاء الله جامعه ايتوريبل، اطار عمل جماعي محكم بشراكه مع المؤسسات المانحه ان شاء الله والجهات الماليه اللي ان شاء الله كنتمناو باش دعمنا، لان كما كتعرفوا جامعه ايتوريبل هي من افقر الجامعات، ولهذا غادي نشتغلوا في اطار الشراكات مع الجهات المانحه. كنبغي نشكر الصحافه المحليه. في الختام كنعبر على الارتياح ديالي لهذا المجلس اللي انتخبته الساكنه ديال ايتوريبل، وكنتمنى ان نكون عند حسن الظن الساكنه. وكنشكر الجميع، وكنتمنى لكم مسيره موفقه في هذه المهنه ديال الصحافه، وكنرفع ايات الولاء والاخلاص للسد العلي بالله جلاله الملك محمد السادس، ايده الله ونصره. بسم الله الرحمن الرحيم. من هذا المنبر كنبغي نوجه الشكر ديالي لهذا الحضور الكريم اللي جا باش يفرح بهذه النخبه ديال الشباب اللي وصلت للمجلس الجامعي ديال ايتوريبل. بصفتي رئيس جمعيه كنمثل المجتمع المدني بقبيله ايتوريبل، كنبغي نحيي بكل حراره
ونشد على يد الساكنة اللي استطاعت بالمجهودات ديالها أنها تبذل واحد المجهود باش توصل واحد النخبة اللي كانت حسن التطلعات ديال الجميع. حنا كمجتمع مدني فخورون بهاد الإنجاز، نسميه إنجاز لأن إنجاز تحقق لأول مرة في القبيلة، إنجاز أعطى الشباب البادرة باش يساهم في التغيير ديال المنطقة، باش يساهم في التغيير ديال المنطقة، باش يعطي الإضافة اللي كانت كاع الساكنة في الانتظار ديالها هذه سنين. درنا واحد القطيعة مع سنوات ديال، نقدر نسميوها سنوات ديال الضياع، سنوات ديال التهميش، السنوات اللي عاشتها القبيلة، ربما سنوات آن الأوان باش نغيروا ونهضوا بالقبيلة، وآن الأوان باش أننا تكون عندنا الكلمة ديالنا سواء كمجتمع مدني سواء كمجلس جماعي، نديروا لحمة واحدة ونديروا اليد في اليد، وبالمعونة ديال الساكنة إن شاء الله بحول الله غيتحقق المستحيل، إن شاء الله غيتحقق كل ما تمناه أي واحد. نتمناو التوفيق لهاد الشريحة هذه اللي خدات البادرة وخدات التسيير ديال المجلس الجماعي. نتمناو إن شاء الله يكونوا عند حسن الظن ويكونوا قد المسؤولية، نتمناو أنهم يقدموا الإضافة، ما يكونوش محطة عابرة، يكونوا يخليوا واحد البصمة، يخليوا يكونوا عند مستوى الثقة اللي وضعوها فيهم الناس، ويكونوا كيف ما ربما كتخوني الكلمات، يكونوا عند حسن الظن ديال الجميع. وحنا كمجتمع مدني غنمدوا اليد ديالنا حتى حنا بدورنا، وغنساهموا في هذا التغيير هذا، وغادي نكونوا وسط هذه الحلقه هذه، وغادي نكملوا هذه الحلقه ان شاء الله، والى الامام ان شاء الله، وبالتوفيق للجميع، وشكرا.